أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة حلقات خليك واعي. عارف لو تليفونك ضاع تقدر تحدد مكانه بكل سهولة، لو مش عارف إزاي إحنا هنقولك. هتدخل على جوجل من أي تليفون أو لاب، هتضيف حساب الجيميل الخاص بتليفونك الضايع، وهتكتب في السيرش Find My Phone. هتختار الجهاز اللي بتدور عليه، هيقوم فوراً بتحديد مكان التليفون على الماب، وبكده تكون حددت مكان التليفون بمنتهى السهولة. تقدر من خلال الخطوات دي ترن على التليفون، تقفله أو تعمل فورمات لكل الداتا الموجودة عليه وتمسح كل الصور والبيانات.